الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية كان محور لقاء عقده حزب التجمع الوطني الأحرار بمدينة أكادير، وكان مناسبة للتذكير بالأزمة الاقتصادية التي يمر منها المغرب، والتي ربطها أغلب المتدخلين بجائحة كورونا وقلة التساقطات المطرية، وكذا بالحرب الأوكرانية الروسية. قامت اليوم التنسيقية الإقليمية ديال التجمع الوطني الأحرار بعد لقاء تشاوري وتواصلي مع المنتخبين ديال الاقليم. اذا كانت مناسبه لكي نناقش جميع مختلف الاجراءات والمبادرات اللي قامت بها الحكومه لمواجهه يعني التحديات الاقتصاديه جراء تداعيات الازمه الصحيه. اذا كانت كذلك مناسبه لكي نثمن المجهودات ديال الحكومه ونؤكد واكد جميع المتدخلين انهم وراء هذه الحكومه، وكذلك ما عبروا بواحد التضامن ديالهم مع كل وزير وكل وزيره. سبل تحقيق الانفراج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب كان من بين النقاط الاساسيه التي ناقشها الحاضرون في هذا اللقاء الحزبي، اذ ان برلماني ومنتخب حزب التجمع الوطني الاحرار أكدوا أن الحكومة تسير نحو تحقيق الانفراج الاقتصادي عبر تحديد عدة إجراءات أهمها برنامج أوراش. المسألة ديال الانفراج الاجتماعي، احنا خارجين من 10 سنين ديال الأزمة، راه كون خدمنا التعليم في هاد 10 سنين اللي فات، وخدمنا الصحة في هاد 10 سنين اللي فات، وخدمنا الشغل في هاد 10 سنين اللي فات، ما غاديش نكون عندنا اليوم أزمة في الماء، أزمة في الشغل، في نسب البطالة مرتفعة. هذا الاحتقال الاجتماعي اللي كنعيشوه راه ماشي تولد في هاد 3 شهور، راه ما تولدش في نهار 8 مارس، راه هذه تراكمات. فبالتالي التجاوز ديال هاد التراكمات هذا كيحتاج البرامج خاصها تنزل. اليوم اللي كنهضروا على البرنامج الحماية الاجتماعية راه غادي ينعكس أكيد على الانفراج الاجتماعي، لأن ملي كنهضروا على الحماية الاجتماعية راه فيها التغطية الصحية، فيها التعويضات العائلية، فيها التقاعد، فيها المدخول ديال الكرامه للناس اللي عندهم 65 سنه الفوق. وملي كنهضروا على البرامج ديال التشغيل، كنهضروا على 2 مليون منصب شغل غادي يتم يعني الانجاز ديالها في ظرف 5 سنوات. كنهضروا اليوم على 250 الف منصب شغل في اوراش اللي انطلق. هذه اوراش ماشي قاره، ولكن الناس اللي مشات لهم خدمتهم وكيتسناو يعني العوده ديال العجله للاقتصاد، ولكن خصو ما يدير في هذيك الفتره. اذا هذه الامور كلها كتحتاج انها تنطلق، وراه انطلقت، واكيد انه مع الوقت القريب غادي تنعكس على الحاله الاجتماعيه المغاربه. مهنيو القطاع السياحي والصناعه التقليديه كانوا من بين اكبر المتضررين من الجائحه، والحكومه تسعى عبر ورش التغطيه الاجتماعيه تجنيبهم الخساره والمعاناه في القادم من الايام. كما كتعرفوا فالجائحه ديال كورونا اثرت بواحد الشكل كبير على جميع القطاعات، منها اكبر قطاع اللي تلقى ضربه كبيره هو السياحه، اللي مرتبط بواحد مجموعه ديال القطاعات منها الصناعه التقليديه. الصناعه التقليديه نقدروا بان نقولوا بانها توقفت لمده سنتين، ما كاينش اشتغال، ما كاينش معارض، ما كاينش واحد المجموعه ديال الامور اللي خلات الصانعات والصناع التقليديين يعيشوا واحد الاوضاع اجتماعيه جد صعبه. كانت واحد الانفراجه مؤخرا، ولكن جات عاوتاني قرار الاغلاق اللي اثر عاوتاني بواحد الشكل سلبي. احنا في هذا المجال هذا الحكومه نزلت داك الورش ديال الحمايه الاجتماعيه اللي كان مطلب حقيقي ديال الصانعات والصناع التقليديين. الحمايه الاجتماعيه جات من اجل الصانعه والصناع التقليديين، من اجل الصحه ديالهم، من اجل التعويض عن فقدان العمل، من اجل واحد المجموعه ديال الامور.